الشيء الثالث أحبائي، وهذا هو لب القصيد في كل الموضوع، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أي أنه يجازف ويخاطر بحياته لكي يحمي خرافه وغنمه أيضا. وإحنا في عنا مثل بالعهد القديم، داود النبي لما كان بيتكلم كيف الله استخدمه، كيف كان يرعى الغنم قبل ما يكون ملك إسرائيل، بيتكلم إنه كيف داود في مرة حمى الأغنام من الدب ومن الأسد، وهكذا حتى لما بيصل إنه بدي يفترس يقدر أن يحمي خرافه حتى لا تفقد غنم واحدة أو خروف واحد. لكن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. والشيء الجميل أحبائي، يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح أنه هو الخروف، يعني كما قال عن يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وحتى واحدة من الأسماء والأوصاف ليسوع في سفر الرؤيا الخروف المذبوح. فإذا الخروف اللي بيبذل نفسه بضحي من بنفسه حتى يكون ضحية، يموت موت بديلي عن كل واحد بشاهد هذه الحلقة حتى يعطينا الحياة الأبدية.